للمزيد عن قطاع الطيران نستضيف الان ماري سالم المحلل الماليه للشرق مع بلومبرج. اهلا وسهلا فيك ماري. بنشوف نتائج متباينه من الشركات، البعض يسجل ارباح، البعض الاخر يسجل خسائر، كما سمعنا قبل شوي من فلاي دبي. نسمع ايضا بانه عدد كبير من شركات الطيران يتم انشاء شركه طيران جديده بالوقت الحاضر. في بعض عم بيقولوا انه الوقت اللي هو ملائم جدا لنشاط مثل هذا. كيف تقيمين القطاع الان؟ هلا صراحه سبق الكلمة فائل يعني فيما يتعلق بصيف 2021، يعني ما بقى حدا حابب انه يرجع يعيش الحياه اللي عاشوها ب 2020 اللي هي كانت كثير صعبه على جميع الاصعده، يعني مش بس على قطاع الطيران. هلا قطاع الطيران يعني تكبد اكبر خسائر، لانه كان الكل دائما يعني بفتره الصيف يصير في عندك سفر، يصير في عندك سياحه الى اخره، وفلاي دبي يعني حتى بالنتائج تبعها وضحت وكانت كثير مباشره، يعني انه اصعب فتره زمنيه وقت صرحت انه اصعب فتره زمنيه كانت بالنسبة لإلهم كان بين مارتش 2020 وجولاي، يعني بين أدار وتموز، اللي هي الفترة اللي الكل بيعرف فيها في عنا فترات أعياد، في عنا فترات عيد الفطر، الصيف للتلاميذ والمدارس، يعني كل البلانز تبع السفر بتصير بهيدي الفترة، وفلاي دبي تكبدت خسائر كتير كبيرة بهذا الموضوع. بس هلا اللي كان مفاجئ يعني الموضوع إنه في عنا شركات كانت عم تلجأ لأساليب مختلفة لحتى تقدر تدخل مصاري أو ليكويديتي على قلب الشركات تبعهم، منها اللي ذكرتيها أنت من شوي سنغافور ايرويز. يعني سنغافور ايرويز جربت قد ما فيها انه تقلص الخسائر يلي هي تكبدتها بال 2020، ولجأت لاسلوب جديد يلي هي انه تبيع الايركرافت الطيارات اللي هي موجوده عندها وترجع تستاجرها، تعمل لها ليسينج لحتى تقدر شوي تخفف من اثار الجائحه في قطاع الطيران تحديدا. هلا مثل وغيرها، يعني في عنا مثلا شركات تانية توقعات لل 2021 عم بتكون جدا ايجابيه، بالوقت يلي شركات اخرى مثلا او حتى مطارات وديستنيشنز مثل هيثرو ولفتانزا عم بيقولوا انه هي 2020 حتكون بعدها 2021 حتكون صعبه، مش بنفس الوتيره تبع 2020، بس انه ما رح تكون بنفس التفاؤل يلي مثلا اي ان اي اليابانيه هي عم تحدد انه حتكون هي هيدي السنه اللي حتفرق وحتعمل لهم ارباح. هلا لناحيه الاستراتيجيات اللي عم بتقوم فيها الشركات، ان كان مثل ما قلتي سنغافور ايرلاينز عم تحكي ب ليسينج وما الى ذلك من اجل رفع السيوله لديها، هل هناك اي تغيير بخطط الشركات هذه بتحويل مساراتها مثلا او باعتماد مسارات اقصر او اطول؟ هلا سبب هذا الموضوع تحديدا كثير في تباين، يعني هلا نحن مثلا اليوم عندنا السعوديه طلعت قرار انه من 17 الشهر حيكون في بامكان المواطنين او المقيمين بقلب السعوديه واخذين مثلا الطعم قادرين انه هن يرجعوا يسافروا، او حتى اللي بده يجي مثلا هلا بغض النظر انه في عندهم هن بلاك ليست، مش حقول بلاك ريد ليست، يلي هي انه هن المقيمين بهيدي البلدان بحكم انه في اعداد بعد كبيره او حتى اجراءات الاحترازيه اللي موجوده منا مطابقة للي بدها اياها السعودية، انه ما فيهم يفوتوا او لازم يعملوا حجر معين. هلا هي بتختلف من محل لمحل، يعني مثلا بالامارات خفضوا هيدي الفترة فترة الحجر للي هن اخذين الفاكسين من 10 ل 5 ايام، كل محل عم بياخذ اجراءات مختلفة، بس في شغلة كثير أساسية هي اللي هلا بهيدي الفترة عم بتغير كل المعايير، يلي هي سرعة الوتيرة تبع انتشار الجائحة او الكيسز يلي موجودة بالهند. يعني الهند هلا هي مأثرة تقريبا على كل القرارات اللي عم تتاخذ، بس عم نلاقي انه في بعض تباين. بعتقد شركات الطيران كلها حابسه نفسها بالوقت الحاضر لحد ما تتبلور الامور بالهند ونشوف كيف رح تتطور. صح مزبوط. شكرا جزيلا لك ماري. شكرا سبو.